الجمهور يختار نجوم لكاسا دي بابال العرب. تزامناً مع عرض الموسم الرابع للمسلسل الأشهر لكاسا دي بابال على نتفليكس، أطلق إيتي بالعربي استفتاء عبر حسابه الخاص على إنستغرام وفيسبوك ليختار الجمهور مين من النجوم العرب بيحبوا يشوفوه بطل في حال عمل من المسلسل نسخة عربية. والبداية كانت مع البروفيسور، الشخصية الغامضة الهادئة والعقل المدبر لعملية السرقة، واللي عنده جماهيرية كبيرة بالعالم كله، وتنافس على الدور إياد نصار، باسل خياط، أحمد حلمي وتيم حسن. والنتيجة كانت لصالح باسل خياط، واللي حصل على المركز الأول ب 1672 صوت. أما المركز الثاني فكان لإياد نصار اللي حصل على 1584 صوت، وب 1467 صوت قدر تيم حسن أنه يكون المرشح الثالث لهالشخصية، وأحمد حلمي استبعد عن هالكاركتر ب 447 صوت. وبعد البروفيسور جاء دور برلين اللي ظل موجود بقوة بموسمين حتى بعد مقتله بالموسم الثاني. وعن هالدور قدر ظافر العابدين انه يتصدر القائمة ب 1241 صوت، والظاهر انه كتار منكم حبوا انه يشوفوا خالد النبوي بهالشخصية، فحقق المركز الثاني ب 1165 صوت، واستبعد مكسيم خليل وناصر القصبي ب 240 صوت لمكسيم و 214 لناصر. وبدون منازع وب 870 صوت قدرت منى شلبي انها تفوز بدور طوكيو، هالشخصية القوية واللي تتمتع بذكاء كثير كبير. وكثار منكم شاف انه هالشخصية مش بعيدة عن نادين الجيم، فقدرت انها تحصل على 651 صوت. اما روان مهدي، ياسمين رئيس وزينة مكي فحصلوا على اقل عدد اصوات. ومع آخر الشخصيات وهي نايروبي، المنافسة بين روبي وشجون الهاجري كانت قوية، فبفرق 60 صوت قدرت روبي أنها تكون المرشحة الأولى للشخصية بعد ما حصلت على 1196 مقابل 1136 لشجون. أما للي كريم دينا الشربيني وليلى عبد الله فاستبعدوا بفارق كثير كبير، فدينا حصلت على 327 صوت، نيلي 298، وليلى بالمركز الأخير ب 119 صوت.